مشاهدينا الآن لمتابعة هذا الموضوع معنا من المنامة عبر سكايب رضا الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد. سيد موسوي أهلا بك. يعني المعارضة قررت تعليق المشاركة، سوف تخضع أيضا بحسب بيانها هذا القرار للمراجعة حسب الظروف، حسب يعني قرارات السلطات البحرينية. معنى ذلك أنكم تنتظرون يعني استجابة من الحكومة، ما الذي تطالبون به؟ يعني أولا نطالب بتنفيذ ما التزمت به الحكومة في مسألة توصيات لجنة تقصي الحقائق التي أصدرت تقريرها قبل عامين تقريبا في نوفمبر 2011، وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف الذي أصدر توصياته في العام الماضي. نحن نرى بأنه هذا الالتزام الذي لم تقم فيه الذي تعهدت به الدولة ولم تفي به هو جزء أساس من الأزمة السياسية القائمة. لو قامت الدولة بالتزاماتها وتعهداتها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من حجم مهول من الانتهاكات؟ قاد أكثر من 47 دولة للتوقيع على بيان قبل يومين في جنيف تطالب في الحكومة الالتزام والتوقف عن الانتهاكات التي تمارسها ضد حقوق الإنسان، وكذلك البرلمان الأوروبي الذي أصدر بيانا أذان فيه أيضا حجم الانتهاكات المهولة. هذا قادنا، بالإضافة إلى اعتقال الأخ المرزوق، قادنا إلى إعلان تعليق المفاوضات مع الحكومة التي لم تحرك ساكنا منذ انطلاق الحوار في 10 فبراير. السلطات البحرينية فرضت على الجمعيات السياسية، وهنا بالتحديد طبعا المستهدف المعارضة، إبلاغ وزارة الخارجية مسبقا قبل أن تلتقي أي شخصيات أجنبية خارج البحرين بثلاثة أيام قبل الموعد. ما الذي يعني هذا القرار وما تعليقكم عليه؟ يعني هذا يعني مزيد من تقييد حركة الجمعيات السياسية، وقبل كل ذلك هذا يعبر عن أزمة الثقة بين الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة التي هي تطالب بشكل سلمي في حراك دام أكثر من سنتين، تطالب بحقوق مشروعة، تريد سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، وتريد سلطة تنفيذية مساءلة وتمثل الإرادة الشعبية، وكذلك دوائر انتخابية عادلة يعكسها برنامج انتخابي ونظام انتخابي صحيح وتجريم التمييز ودولة مدنية ديمقراطية. هذه الأزمة هي التي قادت وزارة العدل لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو أعتقد أنه الأول من نوعه في العالم. البحرين يبدو الحكومة البحرينية سباقة لاتخاذ مثل هذه القرارات. نحن أعتقد لا يمكن أن نركن إلى هكذا قرارات هي خارج إطار السياق التاريخي وخارج العصر، وكذلك هي لا تعبر إلا عن مزيد من تقييد الحريات العامة في هذه البلد. رضا الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد البحرينية المعارضة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من المنامة عبر سكايب.